يقول أراد رجل يتزوج ثانية فاشترطت عليه الثانية أن يطلق الأولى، لا يجوز، حرام، حرام عليه وحرام على الزوجة الثانية. الزوجة الثانية لا يجوز لها أن تكفئ ما عند أختها لتأخذه، لا يجوز، حرام، من كبائر الذنوب أن تطلب المرأة طلاق أختها. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يقبل بذلك، أن يشترط عليه تطليق زوجته ليتزوج، خاصة إذا لم يكن بينه وبين زوجته شيء وهي صالحة ومتقية لله تبارك وتعالى وكذا.